بسم الله الرحمن الرحيم. نتقل الآن مع أحد أخوة المجاهدين. أخي، كما نرى تقومون بعمل توزيع الإغاثة، تحكي لنا عن هذا الموضوع في حي الشيخ مقصود. الحمد لله، مثل ما قلت لك، أنا أبو محمود البيانو من كتيبة منتصر بالله من لواء التوحيد. عم نقوم مساعدة الناس. النظام هجر الناس، وتعرف شايف الوضع الإنساني والمعيشي يعني. عم نقوم بتوزيع خبز وهي المعونة. جمعيات خيرية بتبادلها مساعدتنا، مثل مبادرة المحتاجين في مدينة حلب برعاية الجمهورية الألمانية الاتحادية. وبيجينا إغاثة من كذا محل. الحمد لله عم نحاول نغطي الناس كلها، بس شيخ مقصود حي كبير. حي كبير كتير وسكانه كتار. يعني من طالب الجمعيات الخيرية تسعفنا. طريقة التوزيع عم تتم بشكل عشوائي أو بشكل منظم؟ بشكل أفقر. نعم، يعني نحن عم ننقل العائلات الكتيرة، العشر ولاد، 15 ولاد المعوقين حاليا عم نسعفهم بالإغاثة. نعم. والمرحلة اللي بعدها بنوزع للي ما أخذ. طيب أخوي، هذه الإغاثة اللي تصل، يعني عم تصل كمونة، كمثلا سكر وشاي، كمضمونة إذا تضمن سكر وشاي، معكرونة، سطل سمنة، زيت، يعني فينا نسميه قوت يوم يعني بشكل عام. يعني مساعدة للناس. ايوه، يعني اليوم اللي محتاج الزيت، اللي محتاج، هو بحاجة. نعم، كل الناس اليوم بحاجة. صحيح، شغل ما في، والوضع المادي صعب كثير. اي انسان اذا بينزل يشتغل بتقنص من مناطق النظام، والناس يعني دا تعتمد على هالشيء حتى تاكل وتشرب. عم نحاول نساعد بمجال خبز، مجال طحين، مجال إغاثة، والله هو ولي التوفيق. الله يوفقنا على كل شيء. الله يجزيك الخير يا اخوي. على السلامه.